تسارعت الأحداث في لبنان وبدأت العوامل الإقليمية والدولية تلعب دورا أساسيا في التطورات وفي هذه الأثناء كانت الكتائب اللبنانية وحلفاؤها في اليمين قد بدأت بتلقي الدعم المباشر من إسرائيل اقتادنا الطراد الإسرائيلي إلى الناقورة ومن الناقورة اقتادنا الطراد آخر إلى حيفا إلى أن وصلنا حيفا في الخامسة بعد الظهر ليستقبلني هناك ضابط في المخابرات الاسرائيليه شخص من بعد الاتصال الذي تم ما بين الطراد وطبعا قيادتي وهناك بدات المباحثات في ذات الليله نظم اجتماع لي مع كان وزير الدفاع شيمون بيريز في ذلك الحين مع شيمون بيريز والأركان الجيش الإسرائيلي بالتأكيد لا كانت القاعدة وأود التشديد على ذلك أن الاتصالات ليس بالضرورة على أعلى المستويات بين الموارنة ومبعوثيهم على المستويات المنخفضة مع دوائر الموساد وأحيانا وزارة الدفاع ووزارة الخارجية <applause> هذه الاتصالات كانت دائمة <applause> كانت ظاهرة دائمة مستمرة وعندما تفتح سجلات وزارة الخارجية لانني لا اعتقد ان سجلات الموساد ستفتح سيرى العالم باسره حقيقة هذه الاتصالات في هذه الفترة كانت الاتصالات تتم في باريس واول الاتصالات المتعلقة بالحرب الاهلية اللبنانية بدأت مباشرة بعد اندلاع الحرب في ابريل نيسان عام 75 تدريجيا ازدادت كثافه الاتصالات وارتفع مستوى ممثلي الطرفين الى ان حصل في نهايه المطاف لقاء على زورق صواريخ اسرائيلي بين اسحاق رابين وكميل شمعون والشيخ بيير الجميل وكانت هذه العلاقه محط نقاش فلسطيني كتائبي في سفاره الكويت في هذه الجلسه والتي كان فيها جوزيف ابو خليل وكان قد سبق له زياره ونحن لا ندري طبعا وكان الشيخ بشير سئل الشيخ بيير من قبل السفير الكويتي عبد الحميد بعجان هل صحيح يا شيخ بيير هذا الذي يقال بالشارع اللبناني والسياسي ان لكم اتصالات باسرائيل وتتعاونوا مع اسرائيل لان هذا الامر حقيقه يجب ان ينجلي لانه من شانه انه يوتر الاجواء فانتفض الشيخ بيير كعادته وكان قد طرح عليه هذا السؤال اكثر من مره بالسابق وفي بيت صائب اسلام مثلا مره بالذات انتفض وقال انه هذه تهم مرفوضه وهذا نوع من التشكيك احنا اللي قدمناه لفلسطين ما قدموا حدا مثلنا وكذا 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 يعني كان فائرا بشكل يكاد يقنع الجميع بما فيهم انا انه فعلا هذه لا الاخبار لا, لا لا ترتقي الى مستوى الحقيقه وانما مجرد شائعات. الذي حدث انه في نهايه الجلسه ونحن خارجين ودعنا بعض على باب السفاره وهم اخذوا سيارته واتجهوا الى المنطقه الشرقيه ونحن نريد ان نستقل السياره الى مناطقنا. اقترب مني ابو حسن الله يرحمه قال لي بتعرف شو بقول لي الشيخ بير الشيخ بشير قلت ماذا قال قال لي انه قال له والله يا ابو حسن بلادكم حلوه كثير تستاهل وسكت ابو حسن شأن وشأن معظم رجال المخابرات يعني بدأ فوق الخبريه بالتقسيط وانا صفنت قلت له هل هذا يعني انه زي ما فهمت للرجل ذهب إلى إسرائيل، وكان اليمين يحصل على السلاح أيضا من السلطات اللبنانية. كان الرئيس شمعون هو وزير الداخلية. كان الرئيس شمعون يؤمن لي لنا العديد من الزخائر الموجودة في قوى الأمن الداخلي ولسبب كنا نأخذ من قوى الأمن الداخلي الكثير من الزخائر. الأسلحة المتوسطة. وتدخلت واشنطن فأوفدت دين براون إلى بيروت، وبدا من تصريحاته أنه كان يؤيد طروحات جنبلاط. احتدم الصراع. وجاء موفد أمريكي دين براون. وعندما زار كمال جنبلاط في المختارة وخرج من الزيارة قال أن وجهات نظره متطابقة معه. وعندما أتى إلى لإجتماع مع الجبهه اللبنانيه في قصر الزوق واجتمع مع الرئيس فرنجي بحضور الشيخ بيير جميل والرئيس كميل شمعون والاباتي الشرب القصيص ودكتور شارل مالك واعضاء الجبهه اللبنانيه ولم اكن في الاجتماع لانه كان مقتصرا عليهم وكنا ننتظر خارج الاجتماع عند انتهائه كانت الملاحظه الاولى انه لم يخرج احد لمرافقته وتوديعه وعندما دخلنا واستفسرنا كانت الانطباعات سيئه وانطباعات وكان هناك مسعى امريكي لحل الموضوع على حساب المسيحيين تصريحات دين براون كانت جزء من خطه الشغل الامريكيه لتشجيع كمال جنبلاط على الصمود وعلى العناد من أجل تقريب الصدام أكثر لياذي يسمح بزيادة دور العامل الإقليمي في الأزمة اللبنانية على حساب العامل الوطني شبيهة بتصليحات جلاسبي للرئيس صدام حسين التي من خلالها مهدت لتوريطه في غزو الكويت في العاشر من نيسان ابريل عدل مجلس النواب اللبناني دستور البلاد ليسمح بانتخاب الرئيس فورا كانت هذه تسويه سوريه تمكن الرئيس فرنجيه من حفظ ماء الوجه بالبقاء حتى انتهاء ولايته وفي نفس الوقت من انتخاب خلف له قبل الوقت المحدد للانتخابات الا ان الحركه الوطنيه رفضت هذه التسويه وطالبت باستقاله فرنجيه فورا وقد بات الرئيس فعليا من اركان الجبهه اللبنانيه اليمينيه. كانت مساله انتخاب الرئيس مشكله بحد ذاتها فقد عارضت سوريا احد مرشحين للمنصب كان يحظى بتاييد جزء كبير من المسلمين. بما خص انتخاب رئاسه الجمهوريه فهنالك معارضه من قبل الرئيس حافظ الاسد بما خص الترشيح اسف من هذا التدخل بشؤوننا الداخليه طبعا المجلس النيابي هو الذي ينتخب رئيس الجمهوريه واعتقد انه النواب سيصبحون احرار عندما يقترعون للمرشح ايا كان هذا المرشح اما الاهم بنظري المؤامره التي تبدا ان تظهر جليا المؤامره الاسرائيليه حيث سمعنا في الاذاعه الاسرائيليه ان اذا الجيش السوري تقدم اكثر ضمن الاراضي اللبنانيه عندئذ اسرائيل ستضطر ان تحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني كان التوافق السوري اللبناني اليميني على اشده فاتفق الطرفان بسهوله على مرشح للرئاسه افضل ترجمه لاقامه تحالف ثابت يؤدي الى خلق علاقه بين الدوله اللبنانيه والدوله السوريه وبين الشعبين اللبناني والسوري هو نجاح بايصال رئيس جمهوريه باتفاق لبناني يعني جبهه لبنانيه وسوريا اتهم كمال جنبلاط والحركه الوطنيه اللبنانيه سوريا بمحاوله فرض مرشحها رئيسا للبنان كان المرشح الياس سركيس حاكم مصر في لبنان دعت الحركه الوطنيه الى تاجيل الانتخابات ولكنها تمت وانتخب سركيس بمساعده عرفات كما يقول البعض وخرج اده خالي الوفاض كان مرشح الـ الـ يعني ما آه الخط الثاني اللي حكينا عنه اللي هو قوامه امكانيه ضبط العمل المقاوم وإعادة بناء الدوله بقوى ذاتيه لبنانيه دون تدخل خارجي دون دون مساعده عربيه يعني ودون مساعده آه سوريه فطبعا خسرنا الانتخابات يعني وبالنتيجه ما خضناها بمعنى خضناها لانه ريمو ادي بعد ما ابلغوا دين براون انه هن مش معه هن مع اليسار كيس بطل يترشح يعني ما عاد ترشح للرئاسه الجمهوريه واعتمدنا يوم مبدا وموقف المقاطعه للانتخابات ولتفشيل عدم تامين النصاب ولكن بالنهايه عاد فامن النصاب وانتخب الرئيس تركيز ومن النصاب طبعا بتعاون من ياسر عرفات يبدو بحينه انه يعني صار في تعاون بحينه من قبل ياسر عرفات مع من النصاب طبعا ايه ما في شك يعني كان بتذكر يعني اللقاء اللي كان عرفات بعد كان صار في اتصالات بينه وبين الاخوان السوريين قبل من هرين او ثلاثه من الانتخابات وبنتيجه ذلك سهل عمليه طبعا انعقاد الجلسه وتامين النصاب طرح هذا الوضع مساله تناقض شخصيات عرفات وجنبلاط قطبي اليسار والفلسطينيين كانت دائما هناك سوء تفاهم دائما هناك سوء تفاهم من قضايا صغرى مثل انه كان يتولى احيانا نقل السلاح الذي ياتي الى الحركه الوطنيه احيانا مشترى من انصار كمال جنبلاط وانصارنا يدفعون ثمن السلاح نشتريه من بلغاريا او رومانيا ويجري نقله ثم يتولى ياسر عرفات نقله من دمشق الى اخره فيتاخر في تسليمه واحيانا يسلم عتيقا وفي نكتة شهيرة في هذا الصدد كنا نطالب اكثر من مره بتسليم السلاح فسلم كمال جملات سلم عرفات كمال جملات بعض الاسلحه فاحتج كمال جملات على كونها قديمه فقال له تقول السوفيات دائما بيسلمونا سلاح قديم يا كمال والبلغار بيعطونا من مخازنهم فقال له كما يا عم صحيح سلمونا ساخرين بس مش مكتوب عليهم ابو الموت أو أبو وابو الجماجم وابو الهول الى اخره فضحك يا عرفات يعني كانت نكته مره استنكر عرفات كون مسؤوله عن التسليح ابراهيم لم يسلم المطلوب الينا فنرفز واتخذ الهاتف وطلب ابراهيم وجاء ابراهيم الى الاجتماع وبهجله بهجل الهوى الى السجن الى السجن، ما تطلعش من السجن قبل ما تحل القصه دي. بعد يومين اتصل بنا كمال جنبلاط انا ومحسن ابراهيم، ذهبنا اليه قال حرام هذا يعني كفى في السجن، قولوا لعرفات ان يخرجهم، قلنا ما يا ابو عم يا كمال بيك تعشينا نحن يا ابراهيم، قال السجن قدامك، يا عمي كيف علينا بهذا الشكل؟ يعني اعطيك مثل عن طريقه العلاج. طبعا الخلاف الاساسي كان والكبير جدا والمؤلم جدا كان حول حرب الجبل. فتحت القوات المشتركه جبهه جديده فانتقل القتال الى الجبل وباتت مناطق الداخل المسيحي تخضع لتهديد حقيقي. كانت هذه نقطه استفهام بالنسبه لقرار جنبلاط بخوض حرب الجبل. باتت خضيع اكثر من مره. بات اتخذها اكثر من مره لانه كمان كمال جنبلاط كان عنده بالنهايه طيبه انه كان صادق كان كثير صادق هو مع نفسه ولذلك كان يصدق يعني كان صادق مع الاخرين فبعتقد انه خدعة ما في شك باتت خذها يعني وبعتد يعني تورط ورطوه يعني اه 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 مش بعيد يكون اللي ورطوه ياسر عرفات بحرب الجبل؟ ايه أو أو بالعناد فيها أو الاستمرار فيها أو بعتقد إنه أه ورطوا فيها. لم يكن كمال جملات يريد تطوير الحرب في جبل إلى تلك المرحلة. لم يكن يريد أن يزج بالجبل إلى الحرب مباشرة أكثر من كونه مجرد نقاط يعني عبور ومرور وإلى آخره. حيال حصار تل الزعتر وحاجه الثوره الفلسطينيه الى فك الحصار عن تل الزعتر رات ان نقل المعركه الى الجبل هو الصيغه الممكنه لفك الحصار عن تل الزعتر كمال جنبلاط كان ينظر الى القضيه بشكل مختلف كان يطرح معنا بدائل عبر الكارانتينا عبر بيروت الى اخره كان ينظر أنه إذا ما تفجر الصراع في الجبل فسيصعب السيطرة عليه لبنانيا بعد ذلك جبهة الجبل وهو سؤال بالفعل لا أجد له ردا وقلت ذات يوم إني أعجب لماذا يوم من الأيام ذهبت وإذا بي يعني أقف على عين طورة وأشف على المنطقة الشرقية كنت أسأل لماذا؟ ولكن جنبلاط كان يتعرض لضغط إسلامي في الوقت نفسه فقد اتهمه الإمام موسى الصدر بأنه يريد أن يقاتل حتى آخر شيعي إذا أن نعود بالذاكرة كان كمال جنبلاط ضد انتقال الحرب إلى الجبل ولكن حملات التشكيك اللي استهدفته أنه يقاتل بأبناء الضاحية وأبناء بيروت وأبناء كذا ولا ويمنع من من انتقال الحرب الى الجبل هو الذي دفعه هذه التشكيك الكبير اللي اصبح بعدين بقولات تتردد في كل مكان وفي كل زاويه ان تشمل الحرب ووصل جنبلاط الى نقطه لا عوده مع دمشق <applause> بالنسبة لدمشق، لا يمكنني ان اقول شيئا لان الحوار معها كان شاقا للغايه. انهم في جو مختلف، تفكيرهم مختلف، واعتقد انهم لا يفهمون حقيقة الوضع وحقيقة ما يجري في لبنان. ولكن لم يكن اليسار والفلسطينيون وحدهم يتحملون مسؤولية فشل كل اتفاقيات وقف اطلاق النار. ساهمت مع إخواني طبعا في أكثر من عشرة اجتماعات أو عشرين اجتماع ربما لوقف إطلاق النار على هذا المحور أو ذلك المحور من محاور خطوط التماس في بيروت وما كان الواحد منا يكاد يرجع إلى منزله في الشرقية أو في الغربية حتى يجد أن الصواريخ أو قنابل الهاون بدأت تنهمر من جديد اذا من؟ طب انا موقع ومع ياسر عرفه وبالطرف الاخر الشيخ بيري موقع ومعه فلان وفلان من القاده العسكريين. طب اذا كان هدول الاثنين مش قادرين يضبطوا الوضع، من كان يحرك هذا الوضع؟ هنا اعتقد وهذا ما اتضح فيما بعد ان الموساد كانت قد استطاعت ان تخترق ذلك الجانب اللبناني الكتائبي وربما كان بيننا ان لم يكن من الموساد من اصحاب غايات شخصيه او مصالح لبنانيه محضه كان لها مصلحه باشتعال هذه الحروب انا بعتقد ابو عمار دائما مشكلته اكبر مع حلفائه من مشكلته مع اخصامه ويمكن حتى الان كمان ما زال هذا الامر صحيحا. انا موقع مع فلسطينيين ستة وخمسين اتفاقية وقف إطلاق نار مش معناتها ستة وخمسين اتفاقية كانوا فلسطينيين عم بيكذبوا علينا ونحن عم نكذب عليهم هذا هذا تصوير يعني كاريكاتوري للوضع هلأ في بعض الاتفاقيات مرات نوقعها بدون قناعة ونعرف إنه الوضع أكبر وأصعب وأعقد ولكن معظم هذه الاتفاقيات في كل مرة نوقعها كنا نصدق بانها ستنهي حرب لبنان قام الرئيس المنتخب سركيس بزيارات لزعماء المسلمين في محاولة لبناء الثقة والتوافق الداخلي وفي هذه الأثناء تعرض المرشح الرئاسي المهزوم ريمو إدي لثاني محاولة اغتيال في شرقي بيروت اتهم الكتائب بالمسؤولية عنها إذ كان إدي المسيحي الماروني من أصدقاء جنبلاط وكان يتلاقى مع اليسار اللبناني على ضرورة إصلاح النظام السياسي في البلاد ووقف التدخل السوري في شؤونها وتعرض إدي لمحاولة الاغتيال في منطقة سيطرة كتائبية فشلت كل المحاولات لتقريب وجهات النظر بين سوريا والحركة الوطنية فدخلت القوات السورية لبنان في الأول من يونيو حزيران من عام 1976 فأوقفت تقدم القوات المشتركة بخطاب الرئيس الأسد اللي ألقى سنت ب 20 تموز سنة 1976 القى خطاب في جامعه دمشق قول الرئيس الاسد انه لما دخل الجيش السوري الى لبنان اول المستغربين كان رئيس فرنجي وهذا ما قاله رئيس الاسد بالحرف كان عم يرتجل قال انه رئيس الفرنجي اتصل فيه على الهاتف مستغرب وبيقول له انه في جيش السوري عم بيدخل الى لبنان فكيف ممكن كما تدعي بعض الاوساط السوريه انه رئيس فرنجي طلب من من سوريا تدخل جيشها الى لبنان وبذات الوقت بيقول الرئيس اسد بخطابه سنه ال 76 بيقول الرئيس الأسد انه كان رئيس فرنجيه مستغرب هذا الامر بالمقابل بالمقابل ما بنلاقي اي طلب اي طلب من قبل اي طرف لبناني لا كتابي ولا ولا دول ولا حكومي رسمي بيطالب بدخول الجيش السوري الى لبنان دخل الجيش السوري عنوة عن كل الناس الا ان الجميل جانبه الصواب، فقد كان خطاب الاسد حول التدخل السوري الاول وغير المباشر قبل خمسة اشهر، ولم يكن الرئيس الاسد يتحدث عن دخول القوات السورية الى لبنان. وجانبه الصواب مرة ثانية، فواقع الامر هو ان قادة الجبهة اللبنانية اليمينية، المسيحيين، طلبوا تدخل سوريا وباركوا دخول قواتها الى لبنان. كانت قيادات الجبهة اللبنانية على علم تام بالتدخل السوري وكان المتحفظ الوحيد شخص من خارج الجبهة أنا كنت مع لواء محمد الخولي إجا تيبلغ رئيس سركيز والرئيس فرنجي والشيخ بيير ورئيس شمون عن موضوع الدخول السوري عسكريا طبعا رئيس سركيس كان متحفظ ولكن قال شيء واحد أنا لن أعلن هذا التحفظ التدخل السوري 76 الذي يركز عليه الشيخ أمين جميل يقول أنه لم يحدث بالتوافق مع الجبهة اللبنانية المسيحية هو على خطأ كانت هناك اتصالات مستمرة مع الرئيس سليمان قد لا يكون ذكرها في خطابه أنه رئيس سليمان فرنجية قال أرسل قوات ولكن اتصال وبالرئيس سليمان فرنجية اتصل بالشيخ بيير جميل وكميل شمعون وكما نعرف لم تقاوم القوات المسيحية القوات السورية عندما بدأت تدخل وهذا إثبات أنه بالتوافق مع من قياداتها إثباتها. استنفر الفلسطينيون والحركه الوطنيه لقتال القوات السوريه ووصف ريمو التدخل السوري العسكري بانه ناجم عن مؤامره امريكيه اسرائيليه ضد لبنان وتزايدت الدعوات لمواجهه التدخل انا برايي هذا هدف كان كثير نبيل وكثير مهم و ويستحق كل الاحترام ولكن اذا كان هذا لا يعني انك ترسم اليه حتى تصل لذلك الهدف يجب عليك انك تصفي قوات اخرى هي حليفتك الطبيعيه. شوف وين الغلط؟ يعني اذا كان هذا الهدف النبيل وهو منع اليمين من الارتماء في احضان اسرائيل واحتضانه مش بالضروره يعني انك تضرب كمال جنبلاط وتدمر فتح وحتى تثبتها وكان التمهيد لهذا التدخل قد تم قبل أمد بين دمشق وواشنطن وتل أبيب أسميه تفاهما تم التوصل إليه عبر واشنطن وأؤكد أنه لم تكن هناك اتصالات سورية إسرائيلية مباشرة ولكن كانت هناك خطوط حمر اي ان القوات السوريه لن تنتشر ابعد من عشره كيلومترات جنوب طريق بيروت دمشق وكما اتذكر انه لن تكون هناك بطاريات صواريخ او طلعات جويه سوريه الأمر الأكثر وضوحا كان لا تتعدى هذا الخط جنوب طريق بيروت دمشق بأكثر من عشرة كيلومترات توافق وتطابق بين النظرة الأمريكية والسورية أنه لا أنها حرب أهلية لبنانية لابد من ضبطها وأن سوريا هي المؤهلة لتلك الدور والطبع كما نعرف الاتصالات السورية الأمريكية أدت إلى إفهام إسرائيل أن التدخل السوري ليس لجعل لبنان جبهة جديدة ضد سوريا الجيش السوري لا يدخل ذلك لمقاتلة إسرائيل وكما لابد أنك غطيت ذلك ما عرف اتفاق الخط الأحمر مع رابين الجيش السوري يصل فقط إلى النهر الليطاني الاسد شعر بانه سيتعرض للاذلال اذا لم يتدخل، كانت اسرائيل سوف تتدخل وتهزمه وكان وضعا اقلقه للغايه وجاء تدخله كمحاوله لمنع اقتتال الطرفين، وبالتاكيد ليحاول منع الراديكاليين من دفع المسيحيين الى الجبل وكان متاكدا من ان هذا سيؤدي الى تدخل اسرائيلي اندلعت اشتباكات في غربي بيروت بين منظمه الصاعقه وقوات فتح ادت الى هزيمه الصاعقه المتحالفه مع دمشق وفي صيدا دمر وغنم الفلسطينيون 13 دبابه سوريه حاولت دخول المدينه الجنوبيه. انتقدت العديد من الدول العربيه تدخل سوريا وطرحت لاول مره فكره توسيع قوات الامن العربيه لتصبح قوات ردع تتشكل من اكثر من دوله. وفي هذا الشهر الحافل بالاحداث، اغتالت عناصر من الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين السفير الامريكي في لبنان فرانسيس ميلوي ومستشاره الاقتصادي روبرت ويرينغ وسائقهما اللبناني. وقامت واشنطن ولندن باجلاء رعاياهما عن لبنان نظرا لتدهور الاوضاع، وتم الاجلاء بحمايه منظمه التحرير الفلسطينيه التي باتت الان طرفا اساسيا في الصراع. ضيقت ميليشيا النمور الذراع العسكري لحزب الوطنيين الأحرار الخناق على مخيم تل الزعتر تشاركها بعض وحدات الكتائب وتنظيمات يمينية أخرى وبدأت المعركة الأخيرة والطويلة للسيطرة عليه وكان عسكري لبناني قد خطط أساسا لحصار المخيم أنا شخصيا أنا كنت عملت لهم خطه تطويق للزعتر الزعتر ولتحريره وطرحت عليهم التفاوض لحتى يفتحوا الطرقات ويجردوا من السلاح لتل الزعتر. ولكن الامور سارت على غير ما يرام يعني ضلت تعطى الاوامر الفلسطينيه حتى يقاوموا ضل الحصار 52 يوم بعتقد الحصار وما كانوا يطلعوا الفلسطينيين من هونيك وتجيهم الاوامر انه ايه مو بعد ايه صار في ملل وضجر كثير وشلوا للمخيم هلا قد يكون حصل تجاوزات لانه القوى من عسكريه اللي كانت هونيك في ميليشيات حصلت تجاوزات نحن تكلفنا الصليب الاحمر حتى يجي ينقل الفلسطينيين من المخيم الى منطقه ثانيه وهيك صار كان داني شمعون قائد نمور الأحرار يوجه المعركة صراحة بلكيها بكل 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 شرف بقول أنه ما في مرة أسير قتل إلا إذا كان في مقاتل على على حسابه فتح وأخذ شي واحد إيه؟ بس أما كأيدي ما ما كان في يسمح لحدا الله يرحم ده شو كان يقول اذا واحد بقتل اسير بقطش له ايده بقطش له راسه هلا كان يفتح حسابه واحد يقول انا بحزب الاحرار او يتبنى حاله او ينصب حاله انه هو مسؤول انه يعني كان يكتبوا من هون مر ابو فلان منو هي فلان ابو فلان مين هو فلان ما بنعرف بس كأيدي ما كانش مسموح ابدا واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية سوريا بالمساهمة في الهجوم على المخيم كان موجود ضباط في غرفة العمليات ومن كان في تبديل للموقف السوري في تلك الفترة ولكن كان هناك ضيوف آخرين عند اليمين في نفس الوقت صدف في إحدى المرات أن أحد صغار الجنرالات الإسرائيليين وهو الآن وزير الاتصالات السيد فؤاد بن العازر أرسل سرا يلقي نظرة عن كثب على الوضع في تل زعتر وكان السوريون موجودين ولكنهم لم يعرفوا حقيقة هويته ولكن طوال الأحداث كان السوريون يعرفون تمام المعرفة ماذا كان يجري بين الفرقاء اللبنانيين واسرائيل وخاصه الموارنة واسرائيل. واسرائيل كانت تعرف ما يجري بين الموارنة وسوريا. طبعا بعض الامور بقيت خافيه على الطرفين ولكن سوريا واسرائيل كانت لديهما فكره واضحه عما يجري ومدى تورط الطرف الاخر. كان للسوريين والاسرائيليين مصلحه مشتركه مستمره بشكل او باخر الى يومنا هذا وهي الحد على الاقل من سلطه وسطوه السيد عرفات وخاصه في لبنان استمرت القوات السورية بالزحف نحو بيروت ووجدت القوات المشتركة نفسها تحت ضغط عسكري خطير بينما أخذت القوات اللبنانية التي أسسها بشير الجميل كالذراع العسكري للجبهة اللبنانية تتقدم مقابل تراجع اليسار والفلسطينيين وجد ممثل جامعة الدول العربية بشير الجميل شخصا صعب المراس أنا اجتمعت مع بشير الجميل عديد المرات كويس كنا ناتي نذهب نسحب الى وهذا بيكون احسن جميل فعلا يعني نذهب الى بيروت الشرقيه ونجتمع لانه احنا كنا نعتقد على ان بير الجميل كرئيس لحزب الكتائب والتنظيم هو التنظيم السائد في المنطقه الشرقيه ولانه رجل برضه حكيم بامانه يعني لم يصر لنا اي نوع من التعنت بل كنا حينما نطلب منه أشياء تتعلق بسلام لبوكتس معينة هو كان يوافق لكن يبدو أنه القوة بالرغم من أنه كان يقود ظاهريا فؤاد تامسن. مع يعني ما قادر أتذكر بالضبط لكن بشير الجميل هو كان قائد قوات الكتائب كان متشددا جدا بامانة. احنا نصل عشان نتناقش ويتناقشوا معانا الكس كريم بكردوني هؤلاء يعني كانوا معقولين ولكن لما يدخل بشير الجميل اول حاجه هو كان يعني مع الاسف يعني هو طبعا الوقت راح لكن اولا ما ما يجلس معانا مده طويله وهو واقف يتكلم ويدي الراي يعني هذا مثلا الزعتر هذا تلا الزعتر هؤلاء المعارف كده بهذه الطريقه يعني تشعر بانه هو لا لا يلجا لاي نوع من الوفاق او يرى السلام يعني ممكن يتم بالطريقه السلميه ولكن هو يؤمن بالقوه ويؤمن بتصفيه العدو هذا ما كان يعني صار لنا بعكس امين جميل. كنا حينما يشتد الموضوع ونجد ان لا طريق واحنا دائما نقول لالكس الجميل بيتر نتناقش مع امين الجميل بيتر نتناقش مع بير الجميل ولكن بشير الجميل كان يعني رجلا صعبا جدا ولا لا لا يؤمن بالسلام بامانه يعني ووصل موفد امريكي جديد هو تالكوت سيلاي واستمرت الحرب كان العد العكسي لمخيم تل الزعتر يوشك على الانتهاء جو رهيب حرائق في الحد يعني حتى الشدر يعني انا اقول لك بدون مبالغه الشدر هذا ممكن يكون يشتكي الى طوب الارض من من الحصل من الضرب العنيف اللي حصل في تل الزعتر اخيرا سقط مخيم تل الزعتر بعد حصار استمر 52 يوما وارتكبت الفضائع بحق سكانه وتراوحت تقديرات اعداد القتلى بين المئات و و2500 قتيل كان تل الزعتر كله تحت الارض دهليز كان صعب كان في مؤيد الشرسين بتل الزعتر تل الزعتر اللي له موني ما سقط بس التمين خف عنه كثير وكان في ضغط علي كتير أه بالفعل خطر كان كله ملغم وفي حشرات تحت الارض كلها خنادق تفوت فيها من مال لمال يعني مشغول مشغول من سنوات اكيد صار في مجازر انا شفت كتير قتل قتل الزعتر في مجازر بس مش بقول كيف صارت المجازر اشخاص فتحوا انه واحد مثلا قتل اهله قتل له عيلته قتل شيء يوم يعمل هالمشكله يقول انا بحسب الاحرار او انا بحزب الكتائب او انا بالتنظيم يقول يسمي يمكن التنظيم يعملها يمكن الاحرار عاملينها واحد بالاحرار يمكن ما بعرف يمكن يكون بحزب يمكن ما كانش بحزب بس انه إيادياً ما كانت مسموحه ايه خمسة 25 ولد هودي مع نسوان انا حفظت عليهم قلت له لواحد لو بتاخذهم ما بهزتهم هيك ايه واحد نط طلع من الطاقه وسحب منهم مش ولد سحب وحده منهم وقتله قتله مش قدامي قتلها اخذها بعرف وين قتلها بس عرفت انه ايش خبرتني التاني اللي معه قلت لي اجى واحد من طلع من الطاقه اخذ المره وفل من أخذ بس انا قلت له إن بدي مع الطفل بطشلوا له ايه لانه كان الخبز من الارض الاولاد انا هون عندي ضمير وعندي وجدان وعندي اولاد قلبي وجعني عليهم يعني تصور انه انه الطفل قدامك يقتل هيدي مش مسموحه شو خص الطفل يعني أنا أحمل المسؤولية الأولى والمباشرة في كل نقطة دم جرت في تل الزعتر وفي محيطه من اللبنانيين للقيادة الفلسطينية. لا أدري إذا كان من السهل في ذلك الحين على ياسر عرفات أن ينقل هذه الآلاف من سكان تخيل الزعتر عبر خطوط التماس اشك في ذلك انا لا اعتقد ان كان بامكان ياسر عرفات ان يقوم بشيء عسكري لانقاذ تل الزعتر ولم يقوم به كان بامكان ياسر عرفات وبامكاننا ان نقوم بشيء سياسي لانقاذ تل الزعتر